أهلا بحضراتكم. في تطور عسكري كبير أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها استخدمت صواريخ كنجل اللي بتتفوق يمكن في السرعة وبتفوق أيضا سرعتها سرعة الصوت لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض وتحديدا في غرب أوكرانيا. إيه هي مواصفات هذا الصاروخ الجديد اللي أعلنت روسيا استخدامه في أوكرانيا؟ خلينا نستقرئ سريعا بعض ملامح هذا الصاروخ. صواريخ معروفة بالخنجر. الوكالة الحكومية في روسيا قالت إنه دي المرة الأولى يمكن اللي يتم استخدام فيها صاروخ كهذا في الحرب في أوكرانيا. أوضحت الوكالة نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أيضا أنها دمرت مستودع كبير تحت الأرض للصواريخ وذخائر الطائرات أيضا باستخدام هذا الصاروخ. وأضافت الوزارة أنها دمرت أيضا مراكز للاتصالات اللاسلكية والاستطلاع تابعة للجيش الأوكراني تحديدا في مدينة أوديسا الساحلية باستخدام نظام صاروخي سحري. بتنتمي صواريخ كنجل البالستية فوق الصوتية وأيضا صواريخ كروز من نوع الزركن لعائلة جديدة من الأسلحة طورتها روسيا. إذن الرئيس فلاديمير أكد أنه هذه الصواريخ لا تقهر. جريت تجارب ناجحة على هذه الصواريخ وتحديدا عام 2018 وأصابت خلالها كل أهدافها على مسافة يمكن تصل لألف كيلومتر بحسب وزارة الدفاع الروسية. طورت أيضا روسيا هذه الصواريخ لتمتلك أسلحة قادرة على الإفلات من أنظمة الدفاعات الجوية زي الدرع الأمريكية المضادة للصواريخ في أوروبا. أيضا الصاروخ البالستي بيطلق من الجو بيتميز بالسرعة زي ما ذكرنا في مستوى الكلام اللي بتفوق سرعة الصوت. كشف عنه الرئيس فلاديمير بوتين في الأول من مارس تحديدا سنة 2018 بالإضافة لستة أسلحة استراتيجية أخرى. وبنشوف مع حضراتكم كمان صور وفيديوهات لهذه الصواريخ بيصل مدى الصاروخ ل 2000 كيلومتر ويمكن للصاروخ القيام بمناورات خلال كل مرحلة من مراحل طيرانه. أيضا يعني بيمكن تحميله حمولة حربية تقليدية أو حتى نووية. دي كانت المعلومات الأهم أو ملامح عامة عن هذه الصواريخ. نشكركم شكرا جزيلا على المتابعة واستمروا في متابعتنا. إلى اللقاء.